بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على الهواء مباشره. برنامجكم اسال مع دعاء. علامات حسن الخاتمه. في ناس بتقول لك احنا بنشوف العلامات دي في الدنيا كده وبنبقى عارفين ان الراجل ده ربنا ختمها له بحسن خاتمه. زي مثلا يقول لك ده مات وهو بيصلي يعني في الجامع، ده مات وهو ماسك القران، ده مات وهو بيعمل صايم. حد تاني يقول لك ده مات يوم جمعة، ده مات في رمضان. حد ممكن يقول لك ده وهو بيتغسل كان وشه بيضحك وصبعه ده مرفوع كأنه يعني ايه، يعني بيتشهد او بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او احنا لقينا الشهادة قبل ما يموت وروحه طلعت على طول. لا ده الجنازة كانت ماشية بتجري. ايه موضوع الجنازة ماشية بتجري؟ لا ده النعش كان خفيف والجنازة ماشية بتجري. علامات كده الناس زي ما تقولوا لقطوها كده طول ما هم عايشين في الدنيا. يقول لك الست الراجل ده طول الجنازه وهو ماشي الناس بتتكلم عن اعماله وعن خيره وعن الحاجات اللي هو بيعملها. لا ده شاهدين له، بيشهدوا له يعني بحسن الخلق وبانه كان راجل كريم وانه كان بيدفع وانه كان كذا. طيب هنعرف ايه الصح منها وايه اللي مش مظبوط قوي او ايه اللي مش دقيق قوي وايه اللي له اصل شرعي وايه اللي ملوش اصل شرعي؟ مع فضيله الشيخ احمد الصباغ. ازي حضرتك؟ انا يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ توكل على الله. اتفضل. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسال مع دعاء. وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. علامات حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا خاتمة حسنة يتعجب منها أهل السماء والأرض. وقبل ما نقول لازم نقدم ونقول، قال ابن كثير رحمه الله: أجر الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أول علامة من علامات حسن الخاتمة الموت على طاعة، أو الموت على عمل صالح. رقم واحد بسرعة، الموت على طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله فختم له بها دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله فختم له به دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله فختم له بها دخل الجنة. وكما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أو إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. وفي رواية عسله، ورواية بقى وصلت لها النهاردة وأنا بقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره. قيل: وما طهره؟ وما طهوره يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. اللهم اجعلنا منهم. يبقى أول شيء الموت على الطاعة، دي علامة من علامات حسن الإيه؟ الخاتم. ميت وهو ساجد، علامة. ميت وهو بيصلي، مات وهو بيقرأ القرآن، مات وهو بيعبد ربنا، مات وهو محرم. الله، وخاصة الموت على الإحرام. لذلك كنا زمان لما نروح الحرم يموتوا ويندفنوا هناك. لما بنروح الحرم ربنا يوعدنا جميعا إن شاء الله بالحج والعمرة، فكنا نلاقي إن بعض الناس اللي بنصلي عليها في الحرم الجنازة بعضهم وجوههم واضحة، بين وشه كده، فكناش نعرف هو ليه بنيوم وشهم عشان يعرفوا يعني الأموات من بعض مثلا. يعني أتاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الله، فوقع رجل محرم من على دبته فوكسته وهو محرم فمات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوب إحرامه ولا تخمروا رأسه فإنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. الله، يطلع من قبره لبيك الله، يفكر هو لسه في الحج. سيدنا النبي قال كده: قال يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه. يبقى أول شيء أستاذة دعاء رقم واحد الموت على الصلاة، على عمل صالح أو على طاعة. رقم اتنين بقى بسرعة عشان الوقت وعشان العلامات. رقم اتنين النطق بالشهادة قبل الموت. بس في عندنا ثلاث روايات عشان نطمن الناس، ما تقلقوش، والله عشمنا وأمنا في ربنا بإذن الله هندخل الجنة بإذن الله. ثلاث روايات. رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف النبي لما بيوصينا بيقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوهم يعني ايه؟ شوف يعني الغش حرام، ده مش غش بقى، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طب في ميت بينطق بيها، ده يا هناه يا سعده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله. طب في واحد لقن بيها بس ما نطقهاش، ممكن يكون في غيبوبة،
ممكن يكون لسانه مش قادر يحركه طبعا. ده برضو ايه؟ طالما سمعها بقلبه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم الروايات صحيحة: من لقن بلا إله إلا الله قبل موته دخل الجنة. ولذلك الجماعة اللي بيحضروا سكرات الموت دول رزق الميت. في جماعة يحضروا حوالين الميت في غيبة ونميمة وصخب وهيصة ورث بقى، أو بيدوروا على الورث أو وورث وهيلمنات. وفي جماعة يقعدوا جنب الميت وهو بيموت يقرأوا قرآن. في جماعة يقعدوا يصلوا على النبي. في جماعة يذكروه بأعماله الصالحة. فالجماعة اللي بيحضروا سكرات موت الإنسان دول رزق. فاللهم ارزقنا بالصالحين. يبقى من لقنوا موتاكم، من لقن بلا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامنا دخل الجنة. خدوا بالكم بقى من الجاية دي كمان. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الله، دي العلامة الثانية والله أعلم. طيب يوم الجمعة، الوفاة يوم الجمعة، الوفاة في ليلة 27 رمضان، الكلام ده ببساطة قلنا علامات حسن الموت على عمل صالح، الموت على لا إله إلا الله، ثلاثة الموت بعرق الجبين. بريدة بن الحصيب كان بخراسان وعاد مريضا، فوجده في سكرات الموت وفي عرق في على جبهته كتير قوي. فقال له: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. عرق الجبين ده العرق على القورة، ده على الجبهة، شقيان وتعبان وبيشتغل العرق ولا إيه؟ لا، بيبقى عرق معين بلون معين عامل كده زي الايه، زي قطرات الماء الصافية وهو بيموت. فده علامة من علامات حسن الخاتمة. رقم 4، الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر. 5 بسرعة، ثناء الناس على الميت خيرا بعد موته. طبعا سيدنا النبي قال: المؤمنون، وده هنعمل له حلقه لان مش اي حد يشهد بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وسيدنا عمر جنبيه، فمر بجنازه فاثنوا عليها خيرا، وبعدين شويه جنازه تانية فاثنوا عليها شرا. فاثنوا عليها خيرا، ده راجل طيب، ده ابن حلال، ده ست محترمه والله كانت متحشمه، والتاني ده راجل مش بيصلي، ده راجل كان سوء، كان ساو والعياذ بالله. فسيدنا النبي قال: هنا وجبت؟ وقال: وجبت. سيدنا عمر قال له: لا، حاسب بقى، احنا هناك قلنا خير قلت وجبت، هنا قلنا شر قلت وجبت، فما وجبت؟ قال له: يا عمر، الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. يا عمر، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية صحيحة: المؤمنون شهداء الله في الأرض. وفي رواية جميلة جدا قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بخير أو شر للمرء. الملائكة هي اللي بتنطق. طب ايه كمان في علامات؟ ايوه، اللي هو كثره عدد المشيعين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عن عائشه: ما من مسلم يموت فيصلي عليه امه يبلغون المئه، 100 فما فوق، الا شفعهم الله فيه. وقوف الناس على القبر برضو علامه من حسن الخاتمه. صلاه الجنازه لما بيبقوا كتير، ايوه، دي شفاعه، شفاعه يعني. طالما زادوا عن المئه، وخاصة لو وقف على القبر. سيدنا عبد الله بن عباس حضر جنازة وحجز الجنازة بسرعة، فقالوا: بلغ كم عدد المشيعين؟ قالوا: 40. قال: اخرجوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: ما من مسلم يموت فيشهد جنازته 40 رجل كلهم لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الله.